عليكم. الاسم ديالي شفاغيتا، عندي 22 سنة، بطلة افريقيا في رياضة ديال جوجوتسو، خديت لو تيتر افريكان سنة 2019. اليوم كنشتغل اونطونك مقاولة اجتماعية في مجال ديال الرياضة ومؤسسة جوجوتسو ادوكيشن اكاديمي، اول اكاديمية للتربية عن طريق جوجوتسو في المغرب. بديت الرياضة على السن ديال 11 سنة، كنت مارس بزاف ديال الرياضات حتى لو جوغ اللي لقيت الرياضة ديال جوجوتسو بديتها، ولكن لا كارير بروفيسيونيل ديالي مع لا فيدراسيون بدات سنة 2017. كانت جوست لا فيدراسيون واي المغربيان دو جودو دي زار اسيميلي، اي في 2019 كانت التحقت بالمنتخب الوطني مع لا فيدراسيون واي المغربيان دو جوجوتسو، كانت اوفيسيالمون بدات في المغرب، اي قدرت انني نحرز على الميداليه الذهبيه في صنف جوجوتسو فايتين سيستم، اي الصنف ديال نيوازا حرصت على ميداليه البرونزيه. اي سنة 2019 في نفس العام مثلت المغرب في بطولة العالم شامبيونات دو موند اللي تنظمت في أبو ظبي، بصح ما قدرتش نربح، ولكن خديت اكسبيريونس كبيره بزاف تماك اللي خلاتني نرجع للمغرب باش انني نشارك هاد الرياضه مع الوليدات الصغار، حتى نشارك هاد الشغف ديالي مع الناس ونبين لهم بلي الرياضه ماشي فقط على قبل لا بيرفورمانس، ما نقدروا اننا نديروا فيها بزاف الحوايج، ونقدروا نستعملوا قوه الرياضه على قبل نخلقوا تغيير اجتماعي عن طريق راه دي بروجي كي سون انوفون اي دي بروجي ا فور امباكت سوسيال. في لي شامبيونات ما عندناش سبونسور، حنا عارفين مزيان بلي لي زار مارسيو في المغرب ما كيكونش عندهم دي سبونسور، دونك لي زاتليت كيترينيو في لا سال ديالهم حتى لو جور كتعطيهم لا فيدراسيون باش يلتحقوا بالمنتخب، اي تو سامبلومون كيمشيو وكيشاركوا. نقدروا نقولوا بلي لو سبونسور سي لا فيدراسيون. انا دائما من الاول كانوا كيعجبوني لي زار مارسيو، لو جوجوتسو اول مره ملي دخلت شفت الدراري كيترينيو فريمون عجبني بزاف، باسكو هي واحد الرياضه اللي كتجمع ما بين بزاف ديال الرياضات، كتجمع ما بين الكاراتيه جودو اي لاكيدو، دوكو فيها دي كو دو فراب، فيها دي تكنيك باش تجيب لادفيرسير ديالك لو سول، دونك هنا عرفت بلي جوجوتسو فيه بزاف ديال لي تكنيك اللي كتخدم فيه العقل ديالك بزاف. بالنسبه لي انا ما جاتنيش صعيبه باسكو كنت ديجا كنتريني الكاراتيه اي لو جودو مع بابا، دونك بالعكس عاد ما زدت بغيتها اكثر واكثر وتعلقت فيها، اي كنت كنقول بلي ما خصنيش غير نترينيها غير هكاك، خصني نترينيها باش نبين لهم بلي هاد الرياضه نقدر نولي فيها اون شامبيون، الحمد لله زعما قدرت انني نحقق هاد الحلم ديالي. جوجوتسو هي واحد الرياضه اللي ما معروفاش في المغرب وما عندهاش قاعده جماهيريه كبيره، اي ما عندهاش قاعده ديال لي براتيكون ديالها بزاف في المغرب، دوكو حنايا اوتون كو دي زاتليت اوتون كو دي باسيوني بار لو سبور فريمون دو ترافايي ا فون، اون دو فير بوكو ديفور باش نكبروا القاعده ديالها، اي نخليو عندها واحد لا فيزيبيليتي. دوكو اليوم انا اوتون كو دو شامبيون دو موند كنهضر على لو جوجوتسو، دونك الناس عن طريق يقدروا كيعرفوا لو جوجوتسو، عن طريق لا فيدراسيون الناس غادي يبداو يعرفوا لو جوجوتسو، حتى لي زاتليت انترناسيونال اللي كاين على برا عن طريقهم هما غادي تعرف لو جوجوتسو، ولكن في المغرب خص فريمون تكونوا قاعده تكون عنده كبيره بزاف، يكون فريمون خصو يدير واحد لو ديبار على الصح، ويكونوا الناس اللي غادي يتكلفوا به يكونوا دو اختصاص، باسكو لو جوجوتسو هي واحد الرياضه اللي محتاجه الدعم بزاف، محتاجه المؤطرين، محتاجه زعما اللي بغيت نشرح سي كو خصها اون ادمنستراسيون اللي تكون فريمون غادي تدفع لو جوجوتسو انه يتطور في البلاد، باسكو اي رياضه الا عطيتيها الوقت ديالها عطيتيها الامكانيات غادي تطور، اي بيان سور خصها دو سبونسورين، خصها دو باريناج سبورتيف باش تكبر القاعده ديالها، اي عن طريق لي شامبيونا فين غادي يقدر انه يتعرف لو جوجوتسو اكثر واكثر، اي غادي تولي عنده واحد التغطيه اعلاميه مهمه في المغرب. اول حاجه امنوا بالقدرات ديالكم، باسكو كل واحد فينا عنده القدرات اللي كيمتاز بهم، سي فغي حنايا كل واحد فاش كيتميز، ولكن الغلط اللي كنديرو كنشوفو الامتيازات ديال الشخص الاخر ما كنشوفوش الامتيازات ديالنا، دونك الا ركزنا على راسنا ركزنا على الاهداف ديالنا وشفنا الامتيازات ديالنا وطورناهم بكونوا على يقين كنا غادي نحقوا الاحلام ديالنا، وما غاديش نبقاو نقولوا بالله ما كاين ما يدار، نو كاين ما يدار، كاين القرايه ديالنا خصنا نقراو مزيان، كاين الرياضه ديالنا خصنا نترينيو مزيان، باسكو اذا حطينا اهداف وحطينا حلم بغينا نوصلوا ليه غادي نوصلوا ليه، اذا حطينا ليه واحد الاستراتيجي ديال الخدمه، بلا استراتيجي ديال الخدمه غادي نقدروا نحققوا اي هدف حطيناه قدامنا.